بسم الله الرحمن الرحيم. هشام الجوابري كاتب جهاول الشر لحوم بالجمله. مؤخرا سمعنا واحد ولا تارت واحد الضجه حول اغلاق بعض الاسواق الاسبوعيه وبعض الاقلام ماجوره للاسف، لان اتجهت بواحد النقد لواحد المجزره اكس بانه السيد العامل ديال الاقليم الجديده انه غلقوا هذيك الاسواق هو والمكتب الوطني للسلامه الصحيه خدمه لواحد الشخص او خدمه لواحد الحزب. انا من هذا المنبر كيبان لي على العكس، انا الانتماء ديالي لحزب اخر بحكم الانتماء ديال النقابه الاتحاد الوطني للشغل المغرب والحزب ديالنا اللي هو حزب العداله والتنميه، غيره انه كلمه حق يجب ان تقال. فهذا السيد هذا حقيقه جا خدم البلد ديالو وخدم هذا، بغينا نعرفوا واش بغينا نزيدوا بالمغرب ديالنا القدام اولا نرجعوا به للور. الا كنا بغينا نزيدوا بالمغرب ديالنا القدام، هاد الناس هادي راه استثمرات اموال باش توصل لنا واحد اللحوم في صحه عاليه وفي صحه ذات جوده عاليه. اما الظروف الكارثيه اللي كتذبح فيها في هذوك الاسواق وفي هاد المقتلات راه معروفه عند العادي والبادي كيف كيقولوا، فالكلاب الضاله كدور والترت تحت البهائم وداك الشيء. ناهيك على زيد المجاز، زيد الاسواق ديال السبت من الليل وزيد الخميس مديونه وديك الاسواق وديك الحاله الكارثيه، وزيد العربات اللي كتنقل في هذيك اللحوم، ها تريبورتور، ها هوندا، هذا. فمن هذا المنبر كنبغي نشد على ايادي ديال هاد الناس اللي جاوا واستثمروا اموال ديالهم في هاد المجازر المعتمده الخاصه باش يزيدوا بالمغرب ديالنا القدام. وكنوجه نداء للمكتب الوطني للسلامه الصحيه باش يقوم بالعمل ديالو ويتم غلق جميع المقتلات اللي ما كتوفرش على السلامه والشروط الصحيه. فرق ما بين الذبح في الاسواق الاسبوعيه والمجازر المعتمده باش نوصلوا للراي العام، نوصلوا ليه الخبر الدقيق، هو انه الفرق الاسواق الاسبوعيه كتخرج اللحم الجديد. هادشي علاش بعض المحلات سامحهم الله كيطالبوا بهذيك اللحوم. هذيك اللحوم للعلم ديال المواطنين، هذيك اللحوم كتكون باقا هازه بكتيريا، كتكون باقا فيها بعض الطفيليات. المجازر الخاصه ما كتعطيكش اللحم جديد، كتخليه يبات عندها باش الا كاين شي طفيليات اولا بعض هذاك وبعض الجراثيم كتموت فيها عاد كتوصل. كيف قلت لكم في الاول، هاد المجازر المعتمده اللي كاينه حاليا مواب 6 اولا ما عرفتش شحال كاينه في المغرب ومازال ان شاء الله غادي العدد يرتفع، فهي جات خدمه للصالح العام وخدمه للمواطن. للاشاره كنتاسفوا لبعض المنابر الاعلاميه اللي كتستضيف اللوبيات ديال الذبيحه السريه اللي بواحد المؤامره خبيثه بغاو يقنوا هذيك اللحوم ديال الاسواق. غير الحمد لله اليقظه ديال المكتب الوطني للسلامه الصحيه في شخص الدكتور عبد الحميد صقر طه اللي تصدى لهذه المحاوله وخرجوا بحفي حنين. لولا الدكتور صراحه كانوا بعض الناس هادو صراحه الدرجه ديال المكر وديال الخب ديالهم انه كانوا باغيين يقنوا هذه اللحوم. ما فهمتش واش هاد الناس ما عندهاش ما كتخممش المواطن والضرر اللي يقدر يلحق المواطن بهاد الظروف اللي كتمشي فيها في هاد اللحوم، بهاد الوضع اللي كيتذبح فيه، ها الكلاب الضاله لتحت، ها الترتات، ها الطفيليات، ها الميكروبات. فالله المستعان. كنبغي نوجه نداء للسلطات ديال المدينه بانه الاماكن ديال الذبيحه السريه راه معروفه على صعيد المغرب، ماشي على معروف على صعيد الدار البيضاء. واش الزاويه ديال درب غلف واش كتخفي على شي مسؤول في المدينه؟ واش في سوق ولد مينا مخفي على شي سوق؟ واش الهراويين مخفي على شي سوق؟ هادو راه مقالع ديال الذبيحه السريه، خاص السلطات وخاص المسؤولين عن المدينه يتصدوا لهاد الظاهره.